لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. مالك واقفه كده ليه؟ تفضلي بصلي كده كتير، ما تدخلي. انت لوحدك؟ ماما في المطبخ ووفاء في اوضتها. تحبي انا ادهم لك عشان تصدقي؟ لا انا مصدقك. بحسب.
ايه ده انت هنا من امتى؟ من ساعة ما رجعت من المطعم. بس انت بقى اللي اتأخرتي قوي. ما هو حسام صامم اني استناه لغاية ما يخلص عشان يوصلني بعربيته. يا وفاء، ما انت عارفة انه بعد اللي حصل لي مع خالد بقيت اخف من خيالي. ما اقدرش اروح لوحدي. طبعا معاكي حق. قلتلك قبل كده مش ممكن يبقى في بيني وبين حسام اي حاجه من اللي في بالك دي. انتوا مش اتقابلتوا بره واعترف لك لاول مره انه بيحبك وعايز يتجوزك؟ كان نفسي ما تخبيش عني المقابله دي. كان نفسي اعرف منك انت مش من حسام. ما هو ما جاتش فرصة امبارح اني احكي لك. ما جاتش فرصة؟ ولا خفتي على مشاعري؟ انا ما عملتش اي حاجة تأذي مشاعرك. فعلا. ده انت حتى ما قلتليش انه طلب يقابلك، وما قلتليش انك رايحة تقابليه من ورايا. انا ما كانش ينفع اقولك غير لما اعرف هو عايزني في ايه. وديكي عرفتي. قوليلي بقى، اتفقتوا على ايه؟ حسام قال لك احنا اتفقنا على ايه؟ ما قاليش حاجة. بس كان واضح جدا انه راجع مبسوط بعد مقابلته معاكي. وعنده أمل كبير انك تتخطبي له قريب. أنا قلت له إني لا يمكن أكون لي أو لأي حد تاني. كفاية المشاكل اللي أنا فيها. مش جايز حسام هو اللي يحل لك كل مشاكلك؟ جايز. بس أنا مش هخليه يفرق بيني وبينك. مش هقدر أحبه وأنا عارفة إن أنت بتحبيه. خلاص يا جميلة، أيامك في بيت عمك بقت معدودة. خايفة من خالد يستفرد بيكي تاني، وخايفة من وفاء تفتكر إنك هتخطفي منها حسام. وما بقالكيش غير آدم تستنجدي بيه. كنت عارفة اني هلاقيك هنا. ابوك قال لي ان انت السبب في تعب نهى، بس ما قاليش ايه السبب. قلت اجي اتكلم معاك يمكن اعرف ايه اللي حصل. حتى انت مش عايز تقول حاجة. خايف تفهميني غلط، وفي نفس الوقت محتاج مساعدتك. صعبان عليك نهى؟ حاسس بالذنب ناحيتها؟ تعبها ده فوقني وفهمني اني مش هقدر اكمل بالشكل ده. لازم اختار بسرعه. رد براحتك، انا ماشيه. ايوه جميلة، كل ده ما بترديش عليا. كنت فاكرة اني هقدر ما اكلمكش، بس فجأة اكتشفت اني محتاجة لك قوي ومش هينفع احكي لك في التليفون. خلينا نتقابل بكرة ممكن؟ حضرتك بتشتكي من حاجة؟
انا حامل وعايزه انزل البيبي. في اسباب صحيه تمنعك من الحمل؟ لا، بس انا عندي ظروف تجبرني على كده. حضرتك لازم اعرف الاسباب دي، دي مسؤوليه كبيره عليا وعليك. انا اتطلقت من ابو البيبي ومش عايزاه ينزل يلاقي كل واحد مننا في حته. يعني حضرتك صعبان عليكي ان ينزل يلاقيكم متطلقين ومش صعبان عليكي تموتيه؟ انا اضرب نفسي، مش هقدر على حمله ولا ولادته. ما كانش ربنا خلاكي حملتي فيه؟ ما كنتش لسه طلقت من ابوه. يمكن حكمه ربنا ان ينزل في الوقت ده بالذات علشان ما تطلقيش. كان لازم نطلق. وابوه عارف انك هتنزليه؟ ساكته ليه يا مدام؟ انت جايه دلوقتي من وراه؟ ابوه ما يعرفش ان انا حامل اصلا. يبقى حرام يا مدام، حرام. مش من حقك انك تخبي عليه ومش من حقك انك تحرميه من ابنه. انا جيت لك بعد ما عرفت من واحده صاحبتي انك عملت لها العمليه دي. كان عندها عذر شرعي ومتهيالي اني مش جايه من ورا جوزها. هنزل من عندك وهروح لاي دكتور تاني. جاي تلاقي دكتور مجرم يعمل لك العمليه دي، بس طبعا مش انا. لحظه من فضلك، الايه 228 من سوره البقره. نعم. قبل ما تروحي لدكتور تاني، قبل ما تقعي في الغلطه الكبيره دي، اتوضي وافتحي المصحف واقري الآية 228 من سورة البقرة. شفتي بقى أنا طلعت أحلى من الشجرة إزاي؟ على الأقل الشجرة مش هتلغي الرغي اللي أنا بلغيه معاكي ده. لا طبعًا، الشجرة أحسن. أمال ليه رديتي ترسميني وغيرتي رأيك؟ صعبت عليا لما قلت لي إنك مسافر أمريكا بعد 29 يوم بس. طب الحمد لله إني صعبت على حد، أول مرة تحصل لي. قولي، هو انت اصلا ليه هاجرت؟ مش عارف، مش فاكر سبب رئيسي. ممكن تقولي ان مفيش حد كنت قاعد عشانه، بس انا بعيد عنك يتيم من وانا صغير، ما عنديش غير اخت واحده مشغوله طول عمرها في البيزنس بتاعها. ما حسيتش بالغربه وانت هناك؟ هو نفس الشعور اللي كنت بحسه هناك بحسه هنا، الغربه والوحده كلها واحد. ايه؟ قلت حاجه غلط؟ بس أنا بحس نفس الإحساس ده هنا. غريبة، مع إنك معاكي باباكي ومامتك وإخواتك كلهم حواليك. كل واحد مشغول بحياته، محدش فيهم قادر يفهمني، أو يمكن أنا اللي مش عارفة أفهم حد. طب عمرك ما فكرتي تسافري؟ يعني ما عندكيش مانع من فكرة السفر دي؟ مانع؟ يا ابني أنا ما بحلمش بحاجة في حياتي قد موضوع السفر ده. طب تسافري فين مثلا؟ نقول امريكا؟ اي مكان، اي بلد تانية اشوف فيها ناس تانية واعيش حياة جديدة بعيد بقى عن البلد اللي احنا فيها دي. ما قلتليش يعني انك جاية النادي النهاردة؟ ما جاتش مناسبة. مش تعرفين على الأستاذ؟ ماجد عضو معانا هنا في النادي وبرسم له بورتريه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عشان كده ما كنتيش فاضيه تردي على تليفوناتي. اوكي. انت بتعملي ايه؟ ماجد معلش ممكن نكمل بعدين؟ اه طبعا. معلش هتكمل بعدين. ده اكيد. انا برضو مش هسيبك غير لما افهم انت كنت قاعده مع الواد ده بمناسبه ايه. هو انت بتتكلم كده ليه؟ وبعدين هو انت ليه مش قادر تفهم ان انا من حقي اقعد مع اي حد وفي اي وقت وفي اي حته؟ احنا من ساعه ما اتقابلنا اخر مره انت ما بترديش على تليفوناتي. كنت فاكراك هتفهم لوحدك يا عصام. طب اعتبريني غبي وفاهميني. احنا قلنا ايه اخر مره؟ ان انا ما اكلمش باباكي في اي موضوع يخصك. كمل بقى عشان ما ياذكش ويرفدك من الشركه. يعني ايه؟ تخافي تقربي مني علشان ما تقطعيش عيشي؟ بالظبط، الحمد لله اخيرا فهمت. طب ومين قال لك ان الشغل عندي اهم منك؟ طب انا هستفيد ايه لو فضلت في الشركه وخسرتك انت؟ يا ابني افهم، بعد ما بابا حس ان في حاجه ممكن تكون بينا لازم ناخد من بعض بريك شويه. بريك؟ طب والبريك ده هيخلص امتى؟
على ما تخلصي لوحة الأستاذ ماجد. بص يا عصام، أنا مش هرد عليك، ولو اتصلت بيا في التليفون برضو مش هرد عليك. ماشي؟ ماشي. خلاص كلها ايام وهتبقى بتاعي. انت اتخلقت اصلا عشان تكون بتاعي. هعوضك عن كل الايام اللي راحت مننا واحنا مش مع بعض. مش هغلط تاني واسيبك تروح لحد غيري. كويس اني لقيتك خير. يوم الجمعة ما تاخديش مواعيد من حد خالص. اوعي تكوني جايبه لي عريس تاني. ومالك اتخضيتي كده؟ هو انا جايبه لك مصيبه؟ ماما هو انت ما بتزهقيش من كتر العرسان اللي بتجيبيهم وانا برفضهم؟ وانت ما بتتعبيش من كتر قعدتك من غير جواز؟ لما اتعب هبقى اقول لك. في حد تاني؟ بصراحه كده اه. مين؟ وامتى هيجي يقرا معايا الفاتحه؟ واحد زميلي. وقريب قوي هيجي يقرا معاكي الفاتحه. يا رب، عايزه افرح بيكي. قريب. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. انك من ساعة ما رجعتي من بره انتي مش عايزه تكلمي حد. قلتي يمكن اصعب عليكي وتكلميني انا. انا شايفاكي كويس يا عز، مخبيه سر كبير، بس اوعدك لو قلتولي انا مش هقوله لحد. صار انك ما لحقتيش تمسحي دموعك قبل ما تفتحي. حبيبتي مفيش مشكله ملهاش حل، بس انا اعرف ايه هي المشكله عشان اعرف احلها. انت حلوه ايمان، انت عرفتي منين؟ مش قلت لك انا شايفاكي كويس يا عزه؟ ايمان علشان خاطري اوعى يكون حد عارف الموضوع ده. مش حد عارف اي حاجه، وانا مش هقول لحد اي حاجه لحد ما نتفق هنعمل ايه. تفتكري مين عصام ده؟ جايز خطيبها؟ لا هي مش مخطوبه لان مفيش اي دبله في ايديها. جايز اخوها؟ ما عندهاش غير اخ واحد واسمه ادم. يبقى اكيد 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 حبيبها. اكيد يا ليلى مش هتقعد معايا من ورا صاحبها. ماجد هو انت هتحيرني معاك ليه؟ ما تسالها هي، انت مش معاك نمرتها؟ لا. طب اتقابلتوا ازاي النهارده في النادي؟ فضلت مستنيها لحد ما ظهرت. وافرض ما جاتش؟ كنت هفضل مستني. في ايه يا ماجد؟ انا عمري ما شفتك واقع بالشكل ده. ما ده اللي مجنني يا ليلى. معقول تكون لحقت حبتها؟ لا مش لدرجه الحب، بس دينا من تايب البنات اللي اول مره واجههم في حياتي.
لا لا لا، دي مش مسألة طيب، الموضوع أكبر من كده بكتير. بصي أنا من كلامها حسيت إن إحنا ممكن نتصاحب، بس معرفش بعد اللي حصل النهاردة ممكن أشوفها تاني ولا لأ. ما تخافش، أكيد هترجع النادي تاني عشان تكمل اللوحة بتاعتها. مش شرط، شكل الواد الغلس ده ممكن يمنعها إنها تشوفني تاني. بس أنا من كلامك عنها حسيت إن هي ما يقدرش حد يمنعها وهتعمل اللي في دماغها. شايفة كده؟ أكيد. مالك يا ماما؟ من ساعة ما رجعتي من عند نهى وانتي قافلة على نفسك. اهو زي ما رحت زي ما جيت. ليه ما عرفتيش تطمني عليها ولا؟ ولا حتى على نفسي. اختك فهمتني كده بالذوق اني خلاص ضيعت كل الفرص علشان اثبت لها فيها ان انا امها بجد. ما تحكميش عليها ماما في الظروف دي. اختك مخبية عليا حاجة كبيرة قوي. وشايفه ان انا ما استاهلش ان انا اعرفها. شريف انتوا اصحاب، حاول تعرف منها ايه اللي مخبيه عني. حاضر، هعدي عليها بالليل واشوف. وقول لها كمان ما تقساش عليا قوي كده. قول لها ان ماما محتاجاكي قوي جنبها اليومين دول. والله يا ماما وهي كمان محتاجاكي قوي، احنا كلنا محتاجينك قوي. نفسي اصدقك. طب ايه رايك ان انا عندي موضوع مهم جدا وكان نفسي افتح فيه من بدري؟ خير؟ انا بحب يارا زميلتك؟ لا يا ماما، هي يارا جدعه وبنت ناس، بس مش قادر احس معاها باكتر من كده. امال انت بتحب مين؟ اخت ادم جوز نهى. ايوه بس دي صغيره عليك قوي. لا يا ماما انا ما اقصدش دينا، انا اقصد ايمان. ايمان؟ البنت الضريره؟ ما هي مش ذمها ماما انها ضريره. ومش ذمك انت كمان. انت ايه اللي يخليك ترتبط بواحده في ظروفها؟ ما انا قلت لك يا ماما بحبها. الحب يا حبيبي مش كفايه، ده بيتهيألك، هي صعبانه عليك وده مش كافي ابدا علشان تتجوزها. يا ماما بالراحه، ايمان نظرها راح في حادثه وفي امل انها تتعالج وتخف تاني. لما تتعالج وتخف يبقى لنا كلام يا سيدي. يا ماما انا مش هقدر استنى. شريف انا ماليش في الدنيا غيرك دلوقتي. انا بقالي سنين مستنيه ان انا افرح بجوازك، ما تجيبليش مشكله جديده فوق مشاكلنا الكتيره اللي مش عايزه تخلص. انا كنت قربت اياس انك تردي عليا. كان نفسي ما احتاجلكش. بتقوليها وش كده غصب عني، مش عايزه ورطك في مشاكلي. مشاكلك هي مشاكلي يا جميله. ده انا كنت قلقان قوي انت ما تردوش عليا، كنت هتجنن. وفي نفس الوقت كنت قلقان عليكي قوي وانت قاعده في بيت واحد مع الحيوان ده. انا عشان كده طلبتني قبلك. تهجم عليكي تاني ولا ايه؟ لا بس مش هستنى لما يتهجم عليا تاني. قلت لك كده من الاول. انا خلاص مش قادره اقعد في بيت عمي ثانيه واحده. مش بس عشان خالد، كلهم مش مستحمليني. ما بقاش ليا مكان وسطيهم. هو انت مش كنت قلت انك ممكن تجيب لي شقه اقعد فيها لوحدي؟ اه طبعا، بس لازم عمك يوافق الاول يعني عشان ما يعمل لناش مشاكل. ما تقلقش حسام هيقنعه. مين حسام ده؟ صاحب المطعم، وعمي بيعمل له 1000 حساب. وانت ازاي تقنعي صاحب المطعم انك هتقعدي لوحدك؟ ما هو عارف من زمان اني مش مستحمله العيشه مع عمي. ماشي، لو موضوع كده اديني يومين بس وانا اجيب لك شقه على قدك ومفروشه كويس كمان. ماشي، بس على قدي وعلى قد فلوسي. فلوس ايه بس يا جميله اللي بتتكلمي فيها؟ لا بص، انا اللي هدفع الايجار، يا اما مش هقعد فيها. ماشي يا ستي، حاضر. في حاجه كمان، مش عايز اي حد يعرف ان انت اللي جبت لي الشقه دي، لا من عندي ولا من عندك. خايفه من ايه؟ خايفه عليك. انا عارفه انك مش ناقص مشاكل. قلتلك يا جميلة مشاكلك هي مشاكلي، وطول ما انت معايا اوعي تخافي من اي حاجة. برضه صممت توصلني قدام البيت؟ لسه خايفة منهم بعد ما نويت تسيبيهم برضه؟ انا مش عايزة مشاكل قبل ما اسيبهم. طب خلي بالك من نفسك. حاضر، وانت كمان. على مين؟
صاحبك جبرك ليه؟ حياة أمي ما هسيبه. لا خليك أنت وإحنا هناخد لك حقك. يلا رجالة. عشان تحرم تمد ايديك على اسامي. عشان يلا بينا رجاله. يلا بينا رجاله. جميله انت بنت جميله. كنت فين يا بنت؟ خالد بيقول انك راجعه الساعه 8 وانت ماشيه من مطعم 5 ونص. ما انا رحت اشتري شويه حاجات. فين الحاجات اللي اشتريتيها؟ اشوفها بقى. ما انا ما لقيتش حاجه عجبتني. شوف حسك عينك من هنا ورايح تروحي اي مشوار من غير ما تستاذني مني. خلاص يا محمود خش يا حبيبتي غيري هدومك على بال ما احضر لك العشاء. خش. شكرا يا طنط ماليش نفس. انت بتطبطبي عليها كده ليه؟ بتشجعيها انها تروح مشاوير من ورانا. انت بتشد عليها جامد يا محمود، يبقى انا كمان لازم ارخي. وبعدين انت زودتها قوي، البنت ما اتاخرتش، هم ساعتين بس يا اختي. هم ساعتين بس؟ كان الساعتين دول عدوا في ثانيه. تعرفك اساسا انها كانت بتجيب حاجات، مش يمكن كانت مع الباشمهندس بتاعها؟ لا جميله عمرها بقى ما حد قابله تاني بعد ما عرفت انه متجوز. يا اختي والله العظيم ما عارف الليله دي هترسي على ايه، ولا احنا هينوبنا منها ايه؟ جاتكوا غم كلكوا بتاع ورايا. ايه ده بس يا محمود؟ يا محمود الحمد لله على السلامة. على فكرة أنا شفت السنيور وهو موصلك بعربيته، بس ما تخافيش أنا مش ناوي أقول للبابا تاني لحسن يضربك، أصلا بصراحة بتصعبي عليا قوي لما بيضربك. بس سيبك أنتي، الألم كان جامد قوي، بس أنا متأكد إن آدم بتاعك ده خلاص من الليلة دي هيحرم يهوب ناحيتك تاني. أنا إذنك يا أختي. آدم في ايه؟ في ايه يا جميل؟ استني بس يا وفاء. طب فهميني في ايه؟ ما بيردش. هو مين اللي ما بيردش؟ ادم. ليه؟ ايه اللي حصل؟ خلاص يا بابي بليز كفايه، مش قادره بجد يا حبيبتي. الدكتور قال لي لازم تاكلي الشوربه كلها. صعبان عليا وانت قاعد بتاكلني بنفسك. مش احسن ما تكوني في المستشفى بتاخديها من ايد الممرضه؟ خلاص
خفت على يدخل المستشفى؟ ما كنتش عارف اصدق انك تعبانه، كنت حاسس انها ازمه هتعدي. هو الدكتور طلب مني افهم منك اللي حصل، بس في نفس الوقت قال لي ما تضغطش عليها. تهالي مفيش حد غيري تحكي له، مفيش حد يفهمك اكتر مني. خناق مع ادم؟ ايوه. بخصوص تفاصيل الجواز؟ بخصوص الجواز نفسه. قصدك ايه؟ بابي، انا في مشكله كبيره قوي مع ادم، وحاولت كتير اخبيها على حضرتك، ما كنتش عايزه اقول لك، بس المشكله دي كل يوم بتكبر لدرجه ان انا مش قادره عليها لوحدي. مشكله ايه؟ الو، ايوه يا مدحت، في ايه؟ خير؟ فين؟ اني مستشفى؟ طيب طيب طيب، انا جاي حالا. في ايه بابي؟ ظاهر ان ادم عمل حادثه وتنقل المستشفى. ادم؟ انا لازم اروح دلوقتي اطمن عليه. طب انا جايه معاك حالا. ما ينفعش يا حبيبتي تزعلانه. لا يا بابي، انا لو قعدت هنا هتعب اكتر، خدني معاك بليز. طيب انا اخش غرد واجي على طول. سلامتك يا باشمهندس، معاك النقيب عمر فوزي. الله يسلمك. مين اللي قال دول اللي وقفوك بالعربيه وطلعوا عليك بالضرب؟ ما اعرفهمش. مش فاكر اوصافهم؟ هما كانوا اربعه وفي العشرينات يعني، كان فيهم واحد كده شعره طويل يعني. لو شفتهم تاني هتقدر تتعرف عليهم؟ اه. والعربيه اللي كانوا ركبينها؟ عربيه جولف لونها كان سيلفر. خدت نمرتها؟ في عداوه بينك وبين اي حد ممكن يكون هو اللي بعت لك العيال دي؟ ليه فكرت قبل ما ترد؟ لا ابدا يعني، كنت بشوف لو كان في حد يعني بيني وبينه عداوه وانا مش واخباني. انت بتفضل انت على قولك. هنتقابل تاني وتكون صحتك اتحسنت شويه، وجايز تفتكر حاجات تسالني في التحقيق. ان شاء الله. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه. ما قلتش للبوليس مين اللي ضربك؟ انا ما اعرفش مين اللي ضربني يعني. يعني هي ما لهاش علاقه بالموضوع ده؟ هي مين؟ جميله. ليه بقى بتقول كده؟ في الريسبشن ادوني تليفونك عليه 8 ميس كول منها. أظن دلوقتي تقدر تقول لي اللي ما قلتوش للظابط. يا بابا صدقني أنا كل اللي أعرفه قلته للظابط، يعني لو في حاجة تانية كنت قلتها. أوكي. ارتاح دلوقتي يا حبيبي ونتكلم بعدين. معقول يا ادم
ده انت لو خبيت عن الدنيا كلها مش هتخبي عني انا بالذات. يا ابني عشان خاطر ريحني قول لي بس مين اللي عمل فيك كده؟ هو شوف مين. جميلة مش معقولة. صباح الخير يا طنط. صباح النور يا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله، أنا جاية أطمن على آدم. ومالها يا حبيبتي؟ اتفضلي اتفضلي. يا أهلا وسهلا. ما تتقضيش، أنا دلوقتي أحسن من الأول بكتير. أنا هسيبكم مع بعض براحتكم. يمكن يقولك على اللي مش عايز يقوله لي. على إذنكم. أقعد يا جميل. ايه بقى الحاجة اللي انت مش عايز تقولها له؟ عايزين يعرفوا مين اللي عمل فيها كده. مين؟ خالد ابن عمك. وانت عرفت منين؟ واحد فيهم قال لي عشان تحرم تمد ايدك على اسيادك، وانا ما مدتش ايدي غير على خالد. يبقى اكيد هما شوية الصيعة اللي ملموم عليهم من ساعة ما جينا من اسكندرية. وجري عليهم عشان ياخدوا بطاره مني. أنا السبب في كل اللي حصل لك. متقوليش كده يا جميلة. طب أنت اتهمت خالد في المحضر؟ لا، حبيتش أعمل لك مشكلة جديدة. أنا اللي عاملة لك مشاكل أنت مالكش ذنب فيها. أنا دلوقتي ما بفكرش غير في مشكلتك وبس. بعد اللي حصل ده لازم تسيبي بيت عمك وبسرعة كمان. الأوضة في آخر الطرقة تقريبا. زحمه قوي المستشفى دي يا بابي. ما قلت لك يا حبيبتي مفيش داعي تنزلي، انت تعبانه قوي كده. لا ما كانش ينفع، كان لازم اطمن عليه بنفسي. ايه؟ وقفتي كده ليه؟ انت تعرفي منين؟